مشاهدي نهارك سعيد، بنصبح على حضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد لكل ست بتشوفنا، واعتقد انه ممكن كمان لكل راجل بيشوفنا يكون مهتم بقضايا المرأة. حقيقي ان المرأة في منتهى القلق، حقيقي ان المرأة وضعها الحالي في مصر مقلق ويعني يحزن، لانه مش بعد كل الانجازات اللي وصلنا لها النهارده خلصت كل مشاكلنا وسايبين كل اللي بيحصل في مصر وعايزين نتكلم في موضوع الخلع، ويمكن هو ده اللي مهتمين بيه الحقيقه التيارات الاسلاميه اللي هم الاغلبيه، التيارات الاسلاميه السياسيه مش التيارات الاسلاميه فقط، انه هم عايزين يلغوا قوانين الخلع، مش بس الخلع ولكن كمان قوانين الاحوال الشخصيه بشكل عام اللي بتخص المراه، وكان المراه لسه جايه امبارح مش موجوده من سنين، وكان قضاياها لسه اكتشفناها كلنا امبارح مش موجوده من سنين. هتكلم بالتفصيل عن مشكلة المرأة حاليا في ما يخص القوانين الأحوال الشخصية وبالتحديد في قانون الخلع مع ضيفتنا النهاردة في نهارك سعيد الأستاذة ميرفت أحمد أبو تيج، المحامية بالنقد ورئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية. صباح الخير أستاذة ميرفت، وأهلا بحضرتك معانا. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. حضرتك اكيد هنسال السؤال، هو ليه الاتجاه كله انه عايزين يشيلوا موضوع قانون الخلع، لكن خلينا الاول كده مع مشاهدينا نفهم ايه الفرق ما بين الخلع والطلاق، يعني ان انا ارفع قضيه خلع والفرق ما بين ارفع قضيه طلاق. تطليق للضرر او التطليق خلعا، لان الطلاق ده هو اللي بيحصل بايد الراجل بشكل مباشر، يعني يطلقها بدون رغبه الزوجه. طبعا الفرق بين الاثنين ان التطليق خلعا هو ما يوازي الطلاق الذي يملكه الرجل بشكل مباشر تجاه المراه. حلو. يملك الرجل ان يطلق زوجته كيفما يشاء وقتما يشاء ويعطيها كافه حقوقها. كويس. من الماليه الى اخره. وتملك الزوجه وفقا لنص القران والسنه النبويه المؤكده ان تخالع زوجها، ان تخلع وتفصم عرى العلاقه الزوجيه في ان ترد اليه الصداق وتتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه. في الحالتين دول الزوجه ما بتبقاش في الطلاق من جهه قابل الزوج هي عملت اي حاجه ضرر او اضرته، ولكنه مش قادر يكمل حياته الزوجيه معاه، فبيطلقها وبيديها حقوقها. في ذات الحاله اللي هو التطليق خلعا، المراه بيبقى الرجل قائم بكل واجباته ماليه ومعنويه الى اخره، ولكنها لا تستطيع ان تستكمل حياتها الزوجيه معاه في اطار العلاقه الحميميه. وبالتالي هي تخالع زوجها وتعطيه مقدم الصداق وتتنازل عن كافه حقوقها. وهنا التوازن ما بين الطلاق اللي بيدي الرجل والخلع اللي بتطلبه المراه، وينفذه القاضي من خلال المحكمه اذا لقى فيه استحاله انها تقدر تعيش معاه. يعني في الحاله دي الزوج لا يكون قد اضر بزوجته باي ضرر. لكن التطليق للضرر هو ان يضر الزوج بزوجته باي شكل من الاشكال، سواء بالاهانه سواء بمنع الانفاق الى اخره. فبتطلب التطليق من المحكمه، والمحكمه بتطلقها وتعطيها كافه حقوقها. فهنا في عداله. ما ينفعش الزوج يبقى بيضر بمراته وهي تخلعه، وان كان ده الواقع اللي حاصل دلوقتي، وهي تخلعه وتتنازل عن كافه حقوقها. لان هنا يبقى في جور. التوازن في العلاقه الزوجيه والمعاشره بالمعروف وتسريح باحسان مرتبط عندما يكون الرجل لا يطيق زوجته من الناحية النفسية يطلقها ويعطيها كافة حقوقها، وعندما تكون الزوجة لا تطيق زوجها من الناحية النفسية ولكنه لا يضر بها أن تطلب الخلع وترد إليه صداقه وتتنازل عن حقوقها. وده اللي موجود في نص مادة الخلع استنادا للنص القرآني واستنادا للسنة النبوية المؤكدة. التطليق للضرر مسألة تانية، وده اللي حذر منه المولى عز وجل، إن هو إن الرجال الذين يضيقون على نسائهم فيضطروا أن يخالعوا أزواجهم ويعطوهم ما أعطوهم من صداق ويتنازلوا عن كافة حقوقهم، هما بيرتكبوا أثام وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم. وده الفرق. لكن اللي حاصل دلوقتي أنا مش عارفة الخناقة جاية منين، هي مش خناقة بين رجل وامرأة، ولكنها مقصود بيها توازن في علاقة زوجية يصدها المودة والرحمة. وتظل هكذا معاشرة بمعروف وتسريح بإحسان وفيها عدالة، وفي نفس الوقت ألا ينسى أحد الطرفين الفضل بينهم. نعم. يعني لما يبقى فيه منازعة ونضطر نقول يعني الناس بتتكلم وكأن كل القضايا اللي في المحكمة خلع، هي بعض قضايا التطليق للضرر النساء حولتها لتطليق خلعا، لأن شروط إثبات التطليق للضرر صعبة في المحكمة. يعني يشترط أن يجي شاهدين أن يشوفوا أن الرجل وهو بيضرب مراته وهي بيهنا ونكون عملت له محضر. يبقى احنا ما بندعيش النساء والرجال هنا، أو ما بندعيش المرأة أنها بدل ما تعمل الستر على بيتها تفتح
شباك وجار الجيران. بدل ما يبقى الموضوع داخل دايره اوضه النوم واولادها المفروض ما يسمعوش، يبقى لازم اولادها يسمعوا والجيران يسمعوا عشان يجوا يشهدوا معاها في المحكمه. ولا تتعدى نسبه 3% حتى في الوقت الحالي قضايا التطليق خلعا في المحاكم، ومعظمها من نساء لا يرغبن في تعاريه ازواجهم في المحاكم، والبوح بالاسباب الحقيقيه اللي دعتهم للتطليق حقيقي. وهم معظمهم من اللي حذر المولى عز وجل انهم يضيقوا على نسائهم حتى يلجأن للخلع ويتنازلوا عن حقوقهم ويردوا مقدم الصداق، اللي هو في الحقيقه ما فيش مقدم صداق زي ما احنا عارفين في مجتمعاتنا. العرف جرى ان اهل الزوج واهل الزوجه بيساعدوا في تكوين منزل زوجيه ومفيش مهر حقيقي الا اذا كان شبكه، وبعض الحالات النادرة اللي بيبقى مقدم مقدم صداق بمفهوم مقدم الصداق اللي هي قبضته الزوجة أو ممثل في شكل الشبكة اللي هي بتاخدها. طيب أستاذة مرفت، أنا عايزة أعرف بالظبط من حضرتك إيه هي الحقوق اللي بتتنازل عنها الست لما بترفع قضية خلع؟ لأنه حضرتك قلتي إنه أحيانا بيكون قضايا التطليق بتحتاج إثباتات كتير جدا، فبتصعب على الست هذه الإثباتات، فبالتالي بتضطر إن هي تخلع أو بتضطر إن هي تتجه لدعوة الخلع. ايه هي الحقوق الحقيقي بتتنازل عنها؟ ولو الحقوق دي خاصه بالاطفال هل كمان بتتنازل عن حقوق الاطفال؟ طبعا نص القانون والنص الشرعي اللي مستند، النص القانوني المستند للنص الشرعي اللي موجود في القران والسنه ما فيهوش ملوش علاقه بالاطفال خالص. هي تتنازل ترد مقدم الصداق، يعني أيوة. اداكي خاتم سوليتير رده له، اداكي 3 جنيه ردهم له، اداكي حديقه زي ما موجود في السنه المؤكده، يعني بستان بتردي البستان لحظه طلب الخلع، ما بترديش يعني اللي كان بينتجه البستان خلال فتره الزواج، انت بتردي البستان. وبتتنازلي عن ما يترتب على الطلاق من حقوق للمراه من مؤخر صداق ومن نفقه متعه ونفقه عده. النفقه المتعه اللي هي مقصود بيها جبر ضرر المراه اذا طلقها زوجها دون رضاها، يعني هي ست قاعده في حالها كده وبس هو حاسس انه مش حبيبها فطلقها، فيبقى من حقها يجبر خاطرها بان ما يسمى بنفقه المتعه. ده هو اللي بتتنازل عنه الزوجه. حقوق الاطفال سواء كانت حضانه خاصه بالمراه، سواء كانت دي بتتنازل عنه؟ لا تتنازل عنه، لا تتنازل عنه. كل الحقوق اللي مرتبطه بالاطفال لا. ليس لها علاقه بقضيه الخلع ولا تتنازل عنها الزوجه، ولا تملك ان تتنازل عنها الزوجه، لانها حقوق الاطفال مكرره لصالح الاطفال سواء تجاه الاب أو بالزبط. تجاه الأم. ده خاص بطرفي العلاقة الزوجية الزوجين اللي يظلوا في المجتمعات الطبيعية اللي مش بتعمل الحكاية كخناقة، إن بيبقى الرجل والمرأة مطلقين لأيا كانت أسباب الطلاق، وما زال بينهم حوار وما زال بينهم لقاء ما دام هناك أطفال. نعم. لتدارس أمور الأطفال طبعا. لتعامل ده بيبقى متطلقة ومتجوزة حد تاني وهو متجوز حد تاني، وبييجوا يحضروا أفراح ولادهم وبيحضروا لولادهم مع بعض. ده الشكل الطبيعي. طيب. الخناقة المفتعلة اللي حصلة دلوقتي وعلى فكرة مش متقدمة من التيار السياسي الإسلامي، لكن مقدمة من أحد النواب وهو معارض لهذا القانون من قبل الثورة على فكرة. نائب العمدة ده معارض ليه زي ما هو معارض للختان، يعني هي ما يعني حتى لما تم طرحه من قبله هو بيرى إن هو له حق الاجتهاد الجديد فيما يتعلق بالنص، وبالتالي من حقه يلغي موضوع الخلع. وما اعرفش ازاي يعني نفتح باب الاجتهاد بس فيما يتعلق بنص قطعي موجود في القرآن مع نصوص القطعية ومع نصوص المواريث ومع نصوص الحدود. يعني أتمنى أن الناس يترفقوا طيب. بالإسلام قبل ما يترفقوا بالنساء، لأن الموضوع بقى طيب. استاذة ميرفت، استاذة ميرفت حضرتك خلينا نتكلم بشكل يعني ايه، احنا عمالين نتكلم بشكل عام كده، خلينا نخش نحاول. حضرتك محامية في بالنقد، اكيد دخلتي في اواضي خاصه بالخلع. تمام. ايه يعني اديني مثال او مثال او اتنين. لا هي المفارقه برغم ما هو مشهور طيب. ان انا عن قضايا النساء وكسياسيه بتكلم عن حقوق المواطنين وقضايا النساء، ان اول قضيه خلع كانت في المحكمه كان المدعي عليه موكل عندي في مكتبي. يعني كنت محاميه للرجل بغايه البساطه، محاميه للرجل مش للمراه. هي المساله مش خناقه بين رجل وامراه. هي تمام. حقوق ايوه موضوعية. أي طرف يجور عليه الطرف الآخر يحتاج من يقف بجواره. حلو. وهذا الرجل كان يحتاج أنه من حقه أن يرد إليه كامل مقدم صداقه عزين. اللي دفعه. وبالتالي الزوجة أخلت بشروط العقد. ما هو عقد الزواج ده عقد.
تمام. اي حضرتك اتجوزت واحده واشترطت عليها زميلتك مذيعه انها مش هتشتغل ووافقت واتجوزتك، عظيم. ثم قررت بعد الزواج ايوه انها تنزل الشغل وتسيب اولادها، وده اتفاق وانتم متفقين عليه، تمام. قلت لها لا فقررت تعمل خلع، تمام. يبقى لازم لازم ترد لك مقدم الصداق، عظيم. ما حدش يعيش مع حد غصب عنه، طيب. بس في نفس الوقت لازم يبقى في عداله. هو انا يعني عشان بتكلم عن حقوق المراه يبقى لما الراجل عنده مشكله ما حدش يقف جنبه؟ واضح، وضحت ان احنا لازم نبقى ايه، حاله عدل ما بين الرجل والمراه. لا خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو الخلع الخاص بالمراه بقى. اديني مثل او اتنين للسبب، طبعا ما تقوليش اسامي، انما اديني السبب او اتنين للقضيه ان المراه جات لك وقالت لك انا عايزه اعمل خلع دلوقتي او قبل كده. لا يعني في الزمن اللي احنا فيه وفي غياب الزمن، وان معظم النساء يضيقوا على الرجال علشان على الرجال بيضيق على النساء عشان تلجا للخلع، معظمهن نساء ازواجهن يضر بهما ضررا بالغ. يعني ايه ضرر بالغ؟ يعني زي ايه بقى؟ يعني هل في عنف مثلا جسدي؟ هل في عنف جسدي وفي عنف معنوي وفي منع عن يشتمها مثلا، في امتناع عن الانفاق، في ادمان للمخدرات، آه. ولكنها لا تريد ان تبيح بهذه الامور امام المحكمه، فبتضطر تلجا للخلع حفاظا على اولادها وعلى اسرار بيتها. وعلى فكره في معظم الاحيان هي بتحاول تحمي هؤلاء الاطفال من الاب، هي مش بتعمل خلع عشان تروح تتجوز. أيوه. معظم الحالات سواء اللي كانت في المكتب او في الجمعيه، في حالات هو لا ينفق عليها ويستولي على اموالها وهي تشتغل مهنه بسيطه جدا 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 تعول نفسها وتعوله، فبتضطر انها تلجا للخلع وهي لا تملك مصاريف دعوى الخلع، يعني هي تعمل لا يعني نقدم لها هذه القضيه مجانا عشان تقدر تحصل على معاش الضمان الاجتماعي او تحصل على معاش والدها المتوفي. حالات كتير الاب بيتوفى اللي بيبقى بيساعد بنته وبتصرف على اولادها، فبتبقى ما عندهاش مورد تصرف منه لان شريك حياتها اللي المفروض هو اللي مسؤول لا بيصرف، بالعكس كل ما تتحصل عليه من الدخل بياخده، فبتضطر تلجا للخلع عشان تاخد معاش والدها عشان تقدر تصرف على اولادها. احنا اللي ما يطبق الان من في الخلع هو المفروض المحكمه تكيفه على انه طلاق للضرر وتطلق الزوجه، هو ده بقى اللي انا عايز، لكن احنا عندنا اشكاليات في المحاكم بسبب ان في بعض القضاة تتشدد في تطبيق شرط تطليق للضرر، وتتشدد ان لابد ان يكون الاثنين رجاله، ان يكون الحكم اللي صدر على الزوج نتيجه ضربه لمراته حكما نهائيا الى اخره، وترفض دعوى تطليق طيب للضرر. طيب استاذه ميرفت، في حاله الزوجه لرفع دعوى خلع في حاله زي دي استاذه ميرفت، لما حضرتك بتقدري انك تثبتي وبيبقى عندك حاله ماساويه زي اللي حضرتك مثلا بتحكيها، حضرتك مش شايفه كمحاميه عادله المفروض انك بتحاولي على قد ما تقدري تطبقي العداله وتطبقي القوانين والشرع، انه الست دي من حقها انها تاخد حقوقها؟ بس عندك النص اللي مرتبط بالتطليق للضرر محتاج يتغير. ما ينفعش التطليق بالضرر في اطار العلاقه الزوجيه اطلب له اثنين شهود زي الشهود على العقد اللي شافوا العقد، لا يجوز، لان انا كده يبقى بخرب البيوت بجد. يبقى بدل ما يبقى في ستر وفي فضل بينا، يبقى احنا محتاجين ان لما يجي يضربني اجري على بره في عز ثورته وهو بيضربني علشان الناس تشوفني وهو بيضربني. لما يضربني وتوصل المساله ان هو جرح كرامتي فاضطريت اروح اعمل محضر في القسم واتعمل المحضر وبعدين اتصالحت معاه، ما اتصالحش بقى عشان انا لو اتصالحت وجه ضربني تاني مش هعرف اخد دعوه تطليق للضرر، لان المحكمه عايزه حكم في ادانه وحكم نهائي. ده في خلل في التشريع اللي مرتبط للتطليق بالضرر. في قضاه يطبقون روح القانون ولكنهم نسبه قله، ويحاولوا ان هو يبقى الاساس في العلاقه الزوجيه ان يعكر صفو العلاقه الزوجيه وبقى في منازعه قضائيه بيحكم بالتطليق. تعرضتي ولكنهم يعني انا في عمري كله 28 سنه في المهنه دي حكمين في عمري كله كانوا بالشكل ده، ومنهم حكم كان رائع مرتبط بده، لكن باقي الاحكام بيتلمس الاسباب لرفض الدعوه لان الشروط صعبه وهي دي الكارثه. انا مش عارفه اللي جاي يتكلم على الخلع واللي جاي يتكلم على تقليل سن الزواج واللي جاي يتكلم في امور دي، احنا في ايه ولا في ايه بالظبط؟ احنا فين؟ طيب استاذه ميرفت، يعني انت قلتي لي، هرجع تاني اصل انا يعني موضوعنا اساسا انه يا جماعه التيار الاسلامي الحالي عايز يلغي الخلع، واخد بال حضرتك؟ الحالي الموجود حاليا يعني مجلس، عرفنا انه في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى ان في اتجاه كده انه مش عايزين قانون الخلع او اتجاه لان هو يلغوه. نرجع تاني، قلتي لي ان حضرتك انه المراه اللي ممكن يكون جوزها بيشرب مخدرات ووصل لدرجة كبيرة اللي بيضربها ويشتمها ويمد ايده عليها، ده حقيقة الدعوة دلوقتي بعد الخلع. ايه تاني؟
اشكال كتير من اشكال الضرر. انا بس حابه اوضح حاجتين. ايوه. واحد، انا مش قلقانه من مجلس الشعب، لا يجرؤ مجلس الشعب ايا كانت اغلبيته ويدعي ان هو خلفيته اسلاميه، لاننا كلنا اسلاميين لكن دول سياسيين بالدرجه الاولى، ان هو يلغي ما هو موجود بنص قراني وبسنه نبويه مؤكده، لان الخلع دوت موجود طول عمره وموجود في لائحه تطبيق المحاكم وموجود في الدول العربيه الاسلاميه وغير العربيه. يعني ده انا مش قلقانه منه من المجلس ايا كان احد اعضاء المجلس ينتمي بقى لتيار سياسي اسلامي او لغير اسلامي، لان ما اثار هذا الموضوع لا ينتمي لتيار سياسي اسلامي. ان هو يلغي هذا النص، لكن انا بقول ان بتلجا ليه المراه وما ياخذ من امراته، هو يعتبر بياخذ ما ليس له، لانه ضيق عليها عشان تلجا للخلع لانها اتربت في بيت اهلها بشكل كويس، او لان النص القانوني اللي مرتبط بالتطليق للضرر والبيئه اللي مرتبطه بتنفيذ هذا القانون لا تساعد المراه انها تطلق وتاخذ حقوقها، فبتضطر تلجا للخلع. هنا بيرتكب اثام. اعتقد يفترض في الاغلبيه اللي بتتكلم على خلفيه اسلاميه ان هي تصحح هذا العوار اللي موجود في القانون اللي مرتبط بالتطليق للضرر، لا تطالب بإلغاء الخلع. ولما أقول الناس زمامها فسدت، ليس النساء فقط، النساء لا تفسد بدون الرجال والرجال لا يفسدن بدون النساء، ربنا خلقنا رجل وامرأة على الأرض طبعا. يعني محتاجين إحنا نعيد تربية من أول وجديد، مش نساعد أطراف على العنت ونتكلم باسم الإسلام. ما أعتقدش حد بيتكلم باسم الإسلام أو بأي ديانة سماوية يجي على طرف على حساب طرف آخر، لأنها مش خناقة ما بين رجل وامرأة ولكنه مجتمع. إذا لم يصلح اللبنة الأساسية في المجتمع دي بقواعد متوازنة وعادلة، مش هيبقى فيه مجتمع سوي. بدليل الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي، سايبين كل المشاكل اللي احنا فيها في البلد وسايبين دستور بيتعمل وبنقص منه الجميع نساء ورجالا، لجنة الدستور مقصى منها الجميع نساء ورجالا، وإصرار بشكل غريب وكأننا بنخرج من دايرة إيد الحزب الوطني لدايرة تيار تاني سياسي، ودي كارثة. وبنلهي بعض بحاجات غريبة، أدور على قانون الخلع ويتقدم بيه نائب غير إسلامي، غير خلفية التيار الغالب، يعني هو كان وفديا ثم الله أعلم أنا ما أعرفش إيه دلوقتي، مع احترامي الشديد ليه، ويتكلم على موضوع الخلع، ويجي حد يقول لك انزل بسن الزواج لسن 12 سنه وما نتكلم ونتناقش في الموضوع ده، يقول لك ما هو البنات مش لاقيه جواز. طيب انا بقفل على اللي عندها 30 و40 واجوز اللي عندها 12، اخلي سجن الجواز 12 وهلغي فرق السن بين الست والراجل اللي بتتجوز اجنبي، واحنا عندنا بناتنا بيتاجر بيهم باسم الجواز في الخارج، ويقول لك نزل السن ال 12 يعني احرمها من التعليم، يعني تبقى لسه طفله واقول انها رضا من قابلها وما اعرفش تبقى رضيت ازاي، يعني يبقى عندها 12 سنه وتتجوز عربي او غير عربي بالزبط. عنده 70 او 80 سنه، ومن جوه مصر بيحصل ده طبعا. في بعض المحافظات بتروح رجال طاعنين في السن مصريين يتزوجوهن بغرض انها تخدمه وهو عنده شباب وهم لوحديهم في البيت، وهي طفله عندها 13 و14 سنه ومسننين لها. انا عندي حالات من ده وبابا مش عارف اعمل ايه. أيوة. وده نتيجه الفقر. حل مشكله فقر الناس، صح. حل المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه للناس. انت نائب عن الشعب عشان تتكلم في امور الزواج والطلاق، ولا عشان تحل الاشكاليات اللي تخلي امور الزواج والطلاق لدى الشباب ولدى الاسر افضل وايسر؟ بيلهونا في مشاكل فرعيه علشان نبعد عن المشاكل الكبرى. ومجتمعاتنا محتاجه مننا جهد الجميع، رجال تمام. ونساء. هي مش حقيقي. خناقه اصل احنا مش داخلين خناقه، ومش المفروض بنتخانق مع بعض. لا احنا داخلين عند، لكن لا احنا داخلين في مخطط واضح لإلغاء الناس بقضايا فرعيه عن القضيه الاصليه. تمام. خلونا في القضيه الاصليه. حقوق المواطن بشكل عام هتحل حقوق المواطن بشكل عام رجل وامراه. هتفكر في العداله والمساواه ما بين الناس اللي ربنا عملها من فوق 7 سماوات، المشاكل الاخرى هتتحل. يسر على الشباب، يسر على النساء والرجال. لو راجل علمه ان لو لجأت مراته للمحكمه تطلب التطليق وحلفت ان هو اضر بها ستطلق، هيعملها كويس. لو الست عارفه انها لما تلجأ للمحكمه وتطلب الخلع في الحاله دي هي تطلع عن جوزها وهيبقى في 1 2 3، مش هتلجأ ليه غير للضروره. واحنا في مجتمعاتنا ومش تحيزا للنساء، النساء الفقيرات هم الذين يلجؤون للخلع الان عشان يقدروا يحصلوا على معاش الضمان، عشان يقدروا تعفي ولادها من مصاريف المدرسه، لان هي لما بتروح تعفيهم بيقولوا لها معاكي زوج، فلازم تبقى مطلقه او ارمنه عشان تعفى من مصاريف المدرسه، لان هو ما بيرضاش يروح وما بيرضاش يجيب ان هو ما بيشتغلش، او احيانا بيبقى بيشتغل وبيصرف فلوس على نفسه. عيب. ده في رجاله متجوزه اكتر من واحده وبتلم
الدخل حقيقي. بتاعهم تاخده. نعم. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن اسلام. بنتكلم عن مجتمع سوي. المجتمع السوي محتاج حاجات كتير قوي قوي. عظيم. ان احنا نتخانق على الخلع وتقليل سن الزواج. ماشي، نقول في استضافه، حل الاساس، حل المشكله يعني الاساسيه، يعني نقول نعمل استضافه، نقول نعاقب الام او الاب لو اتعاملت مع الطفل بكذا، نقول. لكن اجي على نصوص وامور اللي متربي فيها صح. انت مربي بنتك كويس، مش هتروح المحكمه تقول بعد عمر طويل وانا عندي حالات كتير بعد ما توفى الوالد والوالده، تضطر تروح المحكمه تقول على جوزها اي كلام، فبتضطر تلجا للخلع وهي في امس الحاجه للمبلغ اللي بتدبره عشان تدفعه مقدم الصداق اللي مكتوب او اللي بيدعي ان هو خدته. تمام. ربوا المجتمع صح. حقيقه استاذه ميرفت، يعني بصراحه ما فيش كلام احسن من كده الحقيقه يتقال. حلو المشكله الاساسيه، وفعلا هي المشكله الاساسيه زي ما حضرتك قلتي، ان احنا نحل مشكله المواطن، نحل مشكله المواطن الاول، وبعد ما نحل مشكله المواطن نبقى نتكلم في الخلع ونتكلم في الاستضافه. عندنا مشاكل كتير قوي اهم من الخلع نتكلم فيها في مجلس الشعب. استاذه ميرفت احمد ابو تيجه، المحاميه بالنقد ورئيس جمعيه امي للحقوق والتنميه، انا بشكر حضرتك وبتمنى يا رب ان يكون صوتنا بقى واصل، لانه حقيقي الخلع ده يعني ولا حاجه جنب المشاكل الحقيقيه اللي المصريين كلهم نساء ورجال بيمروا بيهم. اتمنى ان الناس تبطل تجري ورا انها تتشهر بحاجات خارج احتياجات الناس الحقيقيه، وتدور على الاحتياج الحقيقي، وتعي يعني ايه عداله، اللي هي ابعد من المساواه بكتير. حقيقي. المساواه اول مرحله من مراحل العداله. نورتينا حضرتك يا فندم. ميرسي يا فندم. فاصل وراجعين حالا.